وده لسه عفريت. ازاي؟ ولا ايه ده لسه بقى؟ عفريت. ده شغل جنون ده بقى. حركه بايدك ولا بعينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طيب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا جايين لكم بلعبة جديدة من ألعاب أستاذ مصطفى وزاحل جديد. بس قبل ما نبدأ عايزكم تشتركوا في القناة عشان نقدر نستمر معاكم ونفضل معاكم على طول. ماشي يا طيب؟ دلوقتي أستاذ مصطفى هيشرح لنا اللعبة اللي هو هيلعبها لنا هتبقى عاملة ازاي؟ هو بيقول لي ده للسحر. بس أنا بقول له ده سحر يا حبيبي. يقول لي لا دي خفة يد. تعال بقى نشوف خفة اليد بتاعته دي. ماشي؟ أنا معايا. ورينا بقى يا عم مصطفى. أنا دلوقتي معايا هو قلم رصاص عادي. وده خاتم. أحرك الخاتم ده من جوه القلم أطلعه وأنزله وأرقصه لكم كمان بعيني. ماشي. تمام؟ والله. دلوقتي تتحكي عليا يعني على كلامي. دلوقتي معايا قلم اهو والخاتم اهو. امسك الخاتم احطه كده اهو. دخل. ماشي؟ ماشي. ركزوا معايا بقى. بس سيبوني كده ايه اركز هنا كمان. الخاتم بيتحرك يا جماعة. ايه ده؟ الخاتم بيطلع. خد ده لسه عفريت. ازاي؟ ايه ده بقى؟ ده شغل جنون ده بقى. حركه بايدك ولا بعينك. لا والله. شايفين يا طيب؟ طب نزله بقى كده يا ابن الذين. ازاي؟ بقول لكم ايه، اشتركوا في القناه بدل ما اخليه يجي يلبسكم. ماشي يا ابن الذين يا لعيب. وتقولي مش لابسني حاجه؟ لا اعملها تاني، اعملها تاني والنبي. برضه مش مصدق؟ والنبي اعملها تاني. يلا يا اخوي. ازاي يا لهوي ده؟ والله لا سجلني شكلك كده. ولا انا كل يوم بحلم بكوابيس. يلا اوعى تكون انت اللي بصلاته معايا. شايف الشيطان؟ اكيد اكيد هو. اكيد هو. احنا مش في رمضان يا جماعه؟ مش المفروض الشياطين دي محبوسه؟ عدل. يا لهوي. واخدين بالكم يا طيط؟ الخاتم بيطلع وينزل. ده لو ازاي كل ده؟ لا برافو 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 يا مصطفى، برافو يا مصطفى. يا ابن اللذيذة عملتها ازاي دي؟ وخاتم وعيني. والنبي 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 عملتها ازاي دي؟ لا بعيني بعيني. لا عملتها ازاي؟ مش انا ساحر. ماشي. مش انا ساحر؟ ماشي. اهو بعيني. دلوقتي يا طيط لو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك كتير. ماشي؟ وتكتبوا لنا في التعليقات مصطفى يعمل لكم لعبة ايه تاني. ماشي؟ ودلوقتي نقدر نقول لكم باي باي يا طريق.